السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. رجعنا لكم في فيديو جديد. اليوم في هذا الفيديو جبت لكم افضل 5 هواتف في الفئه السعريه اللي تحت 3 ملايين. هذه الفئه اللي يحوسوا عليها ناس بزاف، يجوني في لي كومونتير ولا في لي ميساج يقولوا لي اعطينا افضل هاتف تحت 3 ملايين. اليوم خيرت لكم 5 هواتف وراح نهضروا عليهم في هذا الفيديو باذن الله. بصح خاوتي قبل ما نبداو اطغوا لنا على الزر تاع اللايك، خلوا الفيديو يوصل اكبر عدد من اللي لايك باش يوصل للناس اللي حابين يجيبوا تليفون مليح ببري شويه طايح. هيا خاوتي تهلاو فينا وانا نتهلا فيكم. ندخلوا ديراكت في الموضوع. اول هاتف اللي اخترته وانا اللي هو ريلمي سي 25 ايكراك، هذا اللي راه داير حاله في المحلات. السعر تاعو 2,650,000، يجيب بطاريه كبيره 6500 ملي امبير مع شحن سريع 18 واط، يعني بطاريه 5000 وشحن سريع، يعني تليفون بزاف مليح في هذا السعر. ويجيب شاشه كبيره 6.5 انش، والمعالج اللي فيه خاوتي معالج مليح، ما راحش تلقى معاه مشكل في المهام اليوميه تاعك، اللي هو يونيسوك تي 618. وزيد هذا الهاتف من بين افضل الهواتف اللي تقدم لنا اداء كاميرا ممتاز جدا، راح تعجبكم الكاميرا تاعو انا متاكد خاوتي. وزيد نعطيكم واحد النصيحه يعني بخصوص هذا الهاتف خاوتي، كاين واحد الهاتف اسمه ريلمي سي 21، هذا الهاتف راه يدير ايضا 2,650,000. نقول لكم ما تشروهش وشرو الريلمي سي 25 ايكراك. الهاتف نحكوا عليه هو اقل من 25,000، اللي الناس اللي ما عندهمش ميزانيه كبيره يقول لك حاب نشري تليفون اقل من 25,000، اللي هو الريلمي سي 11. السعر تاعو 2,350,000، يجينا ببطاريه كبيره 5000 ملي امبير، ويجينا بمعالج لاباس به في هذه الفئه السعريه، يقدم لنا اداء نقدروا نقولوا باللي مقبول، اللي هو الهيليو جي 35. بصح خاوتي العيب البسيط اللي في هذا الهاتف انه يجي بمدخل شحن يو اس بي ماشي تايب سي. وايضا من اهم المميزات اللي في هذا الهاتف اداء الشاشه، تقدم لنا اداء قوي وخصوصا السطوع تاعها. هذا الهاتف خاوتي مليح ب 2,350,000. ثالث هاتف ننصح به هو نارزو 30A464، يدير ب 2,900,000. هذا الهاتف ننصح به للناس اللي حابين يجيبوا هاتف قوي بسعر مليح، وخصوصا الناس اللي حابين يلعبوا العاب بهاتف مليح بصح ما عندهمش ميزانيه كبيره، ننصحهم بهذا الهاتف لانه يجيب معالج هيليو جي 85، معالج بزاف مليح في الالعاب، يقدم اداء مليح في الالعاب، وزيد يجيب بطاريه ضخمه 6000 ملي امبير مع شحن سريع، وايضا يقدم اداء مقبول في الكاميرا. الهاتف ننصح به بشده في السعر تاع اقل من 3 ملايين، بويسك هاتف قوي سواء في البطاريه ولا في المعالج اللي فيه ولا في الكاميرا، راه هاتف بزاف مليح. طبعا هاتف اللي خيرته لكم من الوان بلاس اللي هو وان بلاس ان 100، السعر تاعو في حدود 2,950,000. علاش خيرت لكم هذا الهاتف؟ راح نقول لكم شويه المميزات تاعو. اول حاجه تلاحظها في هذا الهاتف اللي هو التصميم تاعو، بحيث يجينا بظهر من البلاستيك صعب الكسر، يعني البلاستيك اللي صعيبه خاوتي باش يتكسر. وزيد يجينا بشاشه 6.5 انش، تقدم اداء ممتاز هو خصوصا السطوع تاعها، سطوع قوي بزاف. والحاجه المليحه في هذا الهاتف يجينا بواجهه بزاف مليحه، يعني تعجبني الواجهه تاع الوان بلس اللي هي اوكسجين او اس 10.5، واجهه مستقره بزاف راح تعجبكم. وزيد يجي بطاريه 5000 ملي امبير. وعلى هذه خاوتي خيرت لكم هذا الهاتف، لكن كاين واحد العيب بسيط في الهاتف اللي هو المعالج اللي فيه، يعني معالج ضعيف شويه في هذه الفئه، لكن خيرت لكم هذا الهاتف لانه عموما يستحق الشراء بهذا السعر. المعالج اللي في هذا الهاتف اللي هو سناب دراجون 460، لكن خاوتي عموما يستحق الشراء في هذا السعر. خامس هاتف خاوتي اللي تعمدت نخلي للاخير ونحكي عليه اللي هو الريدمي نوت 7، راح تقولوا لي تليفون قديم، بصح الصبر وما تقلقوش خلوني نحكي عليه ومن بعد اعطوني الراي تاعكم في التعليقات. خاوتي هذا الهاتف اللي يدير 2,650,000 ولا 2,700,000، ممكن تلقاوه، المهم يدور السعر تاعو في حدود 2,650,000. تليفون بزاف مليح، هاو اللي هنا مازال يشهد خاوتي، هاو اللي هنا امامي، شريتو نهار علنوا عليه في موقع علي اكسبريس، شريتو في اواخر 2018 ومازال يشهد لحد الان. والله يا خوتي حتى يعني الشارجر تاعو الاصلي ومازال عندي، راهو اللي هنا والله يا خوتي مازال عندي الشارجر الاصلي تاعو. تليفون بزاف مليح، بطاريه 4000 ملي امبير،
تقدم لك اداء ممتاز خاوتي. اقسم بالله يا خاوتي غير ما نحسهاش باللي 4000 اللي راني نشوفها في هواتف، في عده هواتف حاليا. تليفون بزاف مليح، البطاريه 4000 ملي امبير، والله ما نحسهاش باللي 4000 ملي امبير. وزيد يجينا بمعالج سناب دراجون 660، الاداء تاعو ما تقولش بالك يتقال ولا، راح تخدم به بسهوله. كنت نلعب به بعض الالعاب كما مثلا فري فاير ولا، كنت نلعب به ما نلقاش معاه ولا مشكل. وزيد الكاميرا تاعو مقبوله خاوتي، وزيد الشاشه تاع هذا الهاتف تقدم لنا اداء قوي بزاف، وخصوصا ان عليها طبقه حمايه غوريلا جلاس 5. والله يا خاوتي تليفون بزاف مليح. تخيلوا معايا من اواخر 2018 ورانا في 2022، والله غير شبع طيحات. بصح نعتبروه هاتف قوي في هاد الفئه. اذا لقيتو بزوج ملايين و700 الف اشريه وما تخافش. ممكن ما تلقاش يعني في محلات بزاف بويسك ما همش يدخلوه بزاف بزاف، لكن حوس مليح في لي باج فيسبوك راح تلقاه بويسك كاين اللي راهم يدخلوا فيه. اشريه وما تخافش. وزيد باش ما ننساش فيه شحن سريع 18 واط، يعني تليفون خاوتي بزاف مليح، اشريه وما تخافش. وهذا ما كان، هذه هي الهواتف اللي خيرتها لكم في هذا الفيديو. ان شاء الله تكونوا استفدتوا خاوتي، بارطاجوا الفيديو مع اصحابكم، خلي الناس كامل اللي يستفادوا من هذا الفيديو بويسك. والله الناس بزاف راهم يحوسوا على التليفونات تحت 3 ملايين، ابعث لهم هذا الفيديو وخليهم خليهم يزهوا بتليفونات تحت 3 ملايين وهواتف قويه. وهذا ما كان خاوتي، بقى لي غير نقول لكم تلاقاو في فيديو جديد. سلام.